طيب الحاجات اللي افيلبل بقى اللي انا بستعملها علشان اخد منها الداتا عن الـ عن السايزز وعن الويتس وعن الديستريبيوشنز بتاعت الفيزيكال تريتس بتاعت الهيومنز، الحقيقه كلها معظمها الحقيقه جاي من الميليتري بوبوليشنز، يعني كلها جايه من الجيش، وغالبا كان الجيش الامريكي له علاقه كبيره بيها الحقيقه، لان هم مثلا كانوا بيعملوا تصميمات مثلا لبعض الحاجات لها علاقه بحجم البني ادم. يعني مثلا لما بتكلم ان انا بعمل كرسي بتاع طياره او بعمل مثلا ديزاين بتاع غواصه، الحاجات دي كلها معتمده على السايزز بتاعت الهيومنز، وطبعا بتبقى كريتيكال قوي، ما اقدرش ان انا اكبرها قوي او اخليها كبيره زياده، لان انا عايز اخليها تبقى as tight as possible، مش عايز ان انا يبقى في عندي حاجه احطها تبقى بس كده مجرد ان هي عشان تاكوموديت جزء من البوبيوليشن، ما اناش عارف اصلا اذا كان موجود ولا لا. فكان في شويه ستاديز اتعملت، وكان في كولكشن اوف قياسات اتعملت للميليتري بيرسونال، والحقيقه يعني غالبا بتستعمل في كل الحاجات تقريبا دلوقتي. المهم بقى ان احنا لازم ناخد في اعتبارنا ان الـ existing military data دي can be considered if it can be assumed that the dimensions of interest are not different from for military and civilian population. يعني لو احنا اعتبرنا ان الاشخاص اللي في الجيش والاشخاص اللي هم العاديين اللي هم في الشارع اللي هم ما هماش في الجيش، يعني يعتبر هما الاثنين مش مختلفين عن بعض، يبقى خلاص يبقى انا ممكن استعمل الميليتري داتا دي زيها زي اي داتا تانية. والحقيقه في بعض ريبورتس زي ريبورت باي كرومر في 97 reported that with proper caution and insight we can use military anthropometric data to approximate size data for the general population. Dimensions of the head, hand and foot are virtually the same in the military and civilian population. يعني الحاجات دي اساسا في بعض الحاجات يعني هو راى ان هو او هو شاف الستادي بتاعته دي او اثبت ان هو فعلا ما فيش فرق بين الاثنين، على الاقل في بعض الحاجات هم الاثنين زي بعض بالظبط. طبعا احنا بنتكلم على البوبوليشن بتاعت الميليتري، غالبا بيبقى فيه طبعا اختبارات للناس قبل ما بتخش، فطبعا لازم ناخد في اعتبارنا ان الناس اللي موجوده في الميليتري المفروض ان هم يبقوا فيت اكتر من الايه، او نسبه الناس اللي فيت فيهم بمعنى اصح هتبقى اكتر شويه من السيفيري بوبوليشن. فهنتكلم في بعض الحاجات زي السترينث مثلا، او زي مثلا بعض الحاجات اللي علاقه بالموشن مثلا وكده، ممكن نلاقي ان في بعض الحاجات فيها اختلافات بين التو بوبوليشن، فلازم ناخد في اعتبارنا ان احنا برضو نفكر كويس قوي احنا بناخد انهي انثروبومتريك بارامترز، ونشوف اذا كان دي فعلا ممكن انها تكون فيها فرق ولا ما فيهاش فرق بين الميليتري والسيفيريان بوبوليشنز احنا بناخدهم. طبعا يستحسن قوي ان احنا لو في عندنا داتابيز specific to the population of users of the medical device of interest. يعني لو كان في حاجه اسمها كده اصلا، لو كان في عندنا حاجه كده، لو انا عندي حاجه بالشكل ده، عندي تابيز مخصوصه مثلا عشان المستخدمين مثلا بتوع اجهزه الالترا ساوند مثلا، يبقى حاجه جميله جدا ان احنا نستعملها في التصميم بتاع اجهزه الالترا ساوند. بس الحقيقه لازم ان احنا نعترف ان احنا اكشوالي دايما بنحتاج حاجات ما هيش موجوده، يعني we need even more specific anthropometric data from measurements in specialized populations. احنا ما توقعش مثلا ان احنا نلاقي في الميليتري بوبوليشن اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي children مثلا، فاحنا هنجيب قياسات الاطفال منين؟ لازم احنا نعمل بقى يا اما نعتمد على قياسات ناس عملتها، يعني في بعض الجروبس عملتها ريسيرش جروبس، او احنا نضطر نعمل احنا بقى بعض الاختبارات او بعض القياسات لنفسينا، عشان لو احنا عايزين نعمل تصميم لحاجه بتاعه pediatric population او بتاعه children.